بسم الله الرحمن الرحيم. بفضل الله، احنا في المحاضرة السابقة كنا انتهينا من المالتيبل ريجريشن موديل، وكنا اتفقنا ان احنا ننتقل لتوبيك جديد وهو الديسيجن تري. والديسيجن تري هي احد ادوات الديسيجن ميكنج والفوركاستنج، وطبعا يعني هي وايدلي يوزد في الاوساط، يعني اللي بتشتغل في مش بس في الديتا ساينس، لا حتى ايفن الناس اللي بتشتغل في المايكروسوفت اكسل، لانها بتتسم بالسهوله. ولكن دراستنا ليها في الماشين ليرنينج تختلف بعض الشيء، از ان احنا لازم نجو ان ديبث ان احنا ناندرستاند مفهوم الديسيجن تري، واكوردنج تو وات بيحصل ديكومبوزيشن للتري. يعني لو احنا بنتكلم على كونتينوس داتا، هاو انه التري بيتم تقسيمها في النودز بتاعتها اكوردنج تو وات. هو ده اللي احنا هنبقى بصدد ان احنا ندرسه ان ديبث، بلس ان احنا ناخد تطبيق عملي في البايثون، انه ازاي ان احنا نابلاي الديسيجن تري ونعرف الخبايا بتاعتها. فبريفلي انه الديسيجن تري زي ما احنا قلنا كده، هو احد ادوات الديسيجن ميكنج اللي بتمكننا من اتخاذ القرار عن طريق بناء فوركاستنج موديل. طيب ما هو الفارق يعني بينها وبين اللينير ريجريشن موديل؟ ليه بنتجه للديسيجن تريز؟ اللينير ريجريشن موديل سواء كانت سنجل ريجريشن موديل او مالتيبل ريجريشن موديل، بيتسم انه في ايكويشن بتكون حاكمه لبناء هذا الموديل، في لينياريتي اوف ذا داتا، وبالتالي يمكن تمثيلها في شكل رياضي او في شكل احصائي. اما بالنسبه للديسيجن تري بيكون الموضوع اعقد بكتير. ليه؟ لانه احنا بيبقى عندنا اتريبيوتس كتيره، وبيبقى عندنا كم لا نهائي من التباديل والتوفيق ان احنا ناخد الديسيجن. والمشكله دي طبعا بتبان في الكونتينوس داتا اللي هي بتمثلها الارقام اكتر من الداتا الخاصه بالكلاسيفيكيشن بروبلمز. فمثال مثلا لو احنا شايفين التري اللي احنا قدامنا دي، ان احنا عندنا مجموعه من البيانات واحنا عايزين نقسمها. طيب البيانات دي لو احنا قلنا ان هي ليها رينج مثلا من ماينس 1000 ل 1000، يعني تصور كده، هو احنا هنقسمها ازاي؟ ايه المعايير اللي من خلالها ممكن نقول انه طيب انا الفاليوز اللي اكتر من زيرو تبقى يمين، والاكتر من واللي اقل من زيرو تبقى شمال؟ ليه ما تبقاش اللي اكتر من واحد واللي اقل من واحد؟ according to what انا هبني التري دي بحيث ان انا اسرع عمليه اتخاذ القرار. وقلنا ليه بنتجه لها؟ لان احنا ما فيش عندنا linear problem احنا ممكن نحللها باستخدام equation. لذلك احنا بنتجه ان احنا نستخدم ال decision tree في such problems. لو قلنا مثال مثلا في الكيس اللي احنا خدناها في المحاضرة السابقة، احنا كان عندنا 3 اتريبيوتس هما اللي بيستخدموا في عمل فوركاستنج. كان كنا بنعمل فوركاستنج لسعر الوحده السكنيه، ولكن كانت الانبوتس ليها عمر المبنى السكني والمساحه والمنطقه اللي بتقع فيها هذه الوحده. فتصور كده لو احنا ما كانش فيه لينياريتي اوف ذا داتا، فهاو ان احنا نريبريزنت البروبلم دي في شكل تري. فهل هنبدا بعمر المبنى ونقول لو عمر المبنى اكتر من 10 سنين ممكن ناخد ديسيجن تجاه الليفت، ولو اكتر من 10 سنين هنتجه للرايت؟ طب هو مين اللي حط المعيار بتاع ال 10؟ طيب ايه في ان احنا ده كان اكسبتد ومشيت؟ هو النكست نود السكند نود اللي هي فيها دلوقتي اكس 2 مثلا اكبر اصغر من 200، مين اللي هيقول ان احنا نحط تحت الاكس 2 دي ان احنا ممكن نبدا نقسم مثلا الوحدات السكنيه، اللي احنا نقول المناطق السكنيه اللي هي كلاس A والمناطق السكنيه الكلاس B؟ ودي طبعا هيبقى في الكونتينوس بروبلم هنمثلها بارقام. فلو الديتا مش بتتسم باللينياريتي، بانه في ماثيماتيكال وستاتستيكال موديل كان بي ابلايد
اون ذا داتا، هاو ان احنا بقى نريبريزنت الداتا بالشكل ده. هنا بنتجه للديسيجن تري، وده يعني بنشوفه كتير في انه ان انت لما بتيجي تاخد قرار مثلا زي ان انت لو الدنيا بتمطر هتلعب ولا مش ممكن تنزل ولا ما تنزلش. طيب انت مش هتنزل، لو انت ده كده واحد مش هينزل يبقى كده النود خلصت. طب لو انت هتنزل ممكن، هل انت ممكن تلعب ولا ممكن ولا ما تلعبش؟ طب لو هتلعب، هتلعب في اوبن اريا ولا في كلوزد اريا. وبالتالي الديسيجن تري بتعتمد على ان في سيت اوف ديسيجنز مبنيه على اختيارك الاول في التري. يعني كل نود بتحدد الاتجاه بتاع الديسيجن ميكنج في النود اللي بعدها. وبالتالي هنا انت بيزيد الليرنينج كيرف مع نزولك من نود للاخرى. يبقى الديسيجن تري هي كانها سمبليفيكيشن اوف ذا ديسيجن ميكنج بروبلم والفوركاستنج بروبلم، از انه احنا ما عندناش linearity of the data وما عندناش mathematical او statistical model can be represented within ال data، عشان كده بنتجه ان احنا نبني ال decision tree. طيب هاو ان احنا بقى ممكن نعمل branching، وهو ده اللي challenge اللي الناس بتقع فيه. هو انا according to what، يعني احنا في مرحلة الماجستير كان بيبقى ده بيتم على في الغالب على مشاكل الكلاسيفيكيشن، از انها بتبقى سيمبل عن المشاكل بتاعت الكونتينوس داتا، ان انت الداتا فيها يعني ممتده بقى، سواء هي كان فيها برايسز او سواء كانت فيها ميترز او سواء ارقام ما تقدرش انت تجيب اولها من اخرها، والنمبر اوف كونديشنز اللي انت عايز تحطها في التري ممكن تبقى كتيره جدا. فانت عشان تقعد تحل هذه المساله بيكون في عائق كبير جدا في موضوع التايم. طيب هنا بقى العلماء ابتكروا اسلوبين لان احنا هاو ان احنا نقسم التري، وطبعا هم دول embedded within المودلز الفوركاستنج مودلز اللي احنا هنشتغل عليها، ولكن احنا عشان لازم نعرفها عشان الناس تبقى على درايه هو التري بتقسم ازاي. مش موضوع زي ما احنا قلنا قبل كده، مش موضوع fit predict، مش fit predict وخلاص، لا لازم تكون انت على درايه وواعي هو انت الداتا دي بتتقسم ازاي. التو ابروتشز اللي العلماء استخدموهم، واحد منهم اسمه الانتروبي والتاني اسمه الجيني اندكس، وهما دول اللي احنا هناخد ازاي باستخدام التو ابروتشز دول بيتم اختيار التري المناسبه. طيب ازاي بقى الديسيجن تري بتشتغل؟ زي ما احنا شايفين كده في الموديل اللي قدامنا، ان احنا عندنا الروت نود زي ما احنا شايفين كده انها كلاسيفايد انتو تو جروبس، في داتا يعني كور لونها اخضر وفي كور لونها ازرق. طيب هو هنا لما هيجي يقسم بقى الداتا اللي فوق دول، هل يقسمها هو طبعا قسمها لباينري تري، هل هو يروح يقسمها بالشكل ده انه يبقى عندك هنا ال 6 بالشكل ده وعندك هنا 7 بالشكل ده، هل هذا هو التقسيم الصحيح؟ وبعدين لما يجي بقى يقسم هنا ال 4 نودز اللي هم الزرق دول ينزلوا في نود مستقله، وبعدين ال 2 الخضر دول ينزلوا في نود مستقله، هو ده اللي بتهدف اليه ال decision tree problem انها تحلها بحيث انه يكون الفاينل نود has only one class. وطالما ان انت you have only one class so you can predict ال data يعني successfully او near to the successful prediction. ولكن هي المشكله زي ما احنا قلنا هو هاو ان انت يعني ازاي ان احنا اخترنا الجروب ده، الجروب اللي على اليمين، وازاي ان احنا اخترنا الجروب اللي على الشمال، وهو ده اللي بيحله الجيني اندكس او الانتروبي. من مزايا هذه الطريقه انها يعني بتتسم بالسهوله والسرعه، لانها بتشتغل بالباينري تري، وبالتالي هي بتقدر تعالج كم مهول من البيانات في وقت قصير جدا. لكن من مشكلاتها برضو انها ممكن تعمل اوفر فيتنج في الداتا، ان يعني هيكون في الداتا كانها حافظه هي اتعرفت على البيانات باي شكل، وبالتالي الاكيورسي اوف الموديل
ما بيكونش بالشكل الاكيوريت. بالاضافه ان احنا في كومبليكيشنز كبيره جدا في الكالكوليشن عشان نوصل للنودز الاخيره في الكونتينوس داتا، لانه زي ما احنا قلنا كده تصوروا كده الموديل بتاع الفوركاستنج لسعر الوحدات السكنيه. لو احنا بنتكلم على مساحه الشقه، احنا عندنا كانت مساحه الشقه بتدور بين مثلا تقريبا 160 متر لحد 5000 متر. فاكوردنج تو وات احنا يعني هنقول ان احنا ممكن نقسم الداتا نصين، يعني هل نعمل برانش اللي اكبر من مثلا 500 واللي اصغر من 500؟ هل 500 ده فاكتور صحيح؟ هنا لازم نكون احنا فاهمين يعني ايه الجيني اندكس ويعني ايه الانتروبي اندكس اللي بيستخدم في ان احنا نعمل الديكومبوزيشن ده. وحقيقه يعني الجهد البشري لا يمكن ان هو يقوم بحل الكونتينوس بروبلمز في الديسيجن تري، عشان كده الالجوريثمز كانت هي الملاذ لحل هذه المشكلات. طبعا بخلاف المشكلات البسيطه في الكلاسيفيكيشن، يعني بعض المشكلات برضه في الكلاسيفيكيشن ما ينفعش انها تتحل بالجهد البشري، كل ما الاتريبيوتس تزيد اللي بيتم استخدامها في الفوركاستنج لابد من التدخل الجراحي اللي هو التكنيكال في حل المشكله. فلو تصورنا مثلا ان احنا عندنا مجموعه من الكرات واحنا عايزين نعمل لهم الديسيجن تري، فتصور كده انا لو انا هقسم نود تجاه الرايت ونود تجاه الليفت، ايه السلكشن المناسب؟ انا هيبقى عندي ثلاث اختيارات، يا اما الاربع كرات كلهم يروحوا في نود وبالتالي النود الثانيه ما يبقاش فيها حاجه، يا اما اقسمهم اثنين واثنين يبقى في كورتين في الليفت وكورتين في الرايت، يا اما ثلاث كرات في الليفت وكوره في الرايت، صح كده؟ طيب لو جيت بقى احسب الجيني اندكس، الجيني اندكس ده بيتحسب ب 1 ماينس الجيني اللي هو يعني الايكويشن اللي هي اللي فيها البروبابيلتيز دي، هي دي اسمها الجيني. الجيني اندكس هو ايكوال 1 ماينس الجيني. طيب الجيني ده ايكوال ايه؟ البروبابيلتي اوف الريد زائد البروبابيلتي اوف البلو. فلو انا احتمال ان انا يكون عندي الاربع كرات هم ريد، انا هنا جالي الاربعه ريد، طب يبقى احتمال ان هم كلهم يبقوا ريد ايه؟ يبقى 1 ماينس 1 باور 2 بلس احتمال ان يبقى فيه بلو، اصلا انا ما عنديش بلو في اختيار ان انا يكون عندي كل الاربعه ريد، يبقى بلس 0 باور 2، يبقى هنا الجيني اندكس 0. طيب احتمال ان هم كانوا يبقوا 2 في الليفت و2 2 ريد و2 بلو، هيبقى برضو ال1 ماينس الجيني، يبقى البروبابيلتي اوف الريد اللي هو 2 اوفر 4 اللي هو ايه 50%، يبقى 1 ماينس ونفتح قوس 0.5 باور 2 بلس 0.5 باور 2، دول مجموعهم 25%، يبقى 25 و25 يبقى 50%، يبقى 1 ماينس نص يبقى نص. ذا سيم بقى لو انا عندي ثلاث كرات ريد و1 بلو، البروبابيلتيز بتاعتهم هتبقى بالشكل ده. ده كده احنا بنحسب الجيني اندكس. طيب اكوردنج تو وات بقى؟ يعني احنا لما نيجي نعمل كلاسيفيكيشن، انا اهو عندي في مجموعه الكرات دي لو انا هعمل لها هقسمها في تري وعايز اجيب مجموعه تجاه الرايت ومجموعه تجاه الليفت، انهي اختيار من دول اللي انا ممكن اختاره؟ لازم هنا يكون في يعني سيلكشن كرايتيريا هنشوفها في السلايد اللي جايه. كذلك الانتروبي، الانتروبي هو ذا سيم بس المعادله بتاعت الانتروبي اكثر تعقيدا لان احنا بنستخدم فيها اللوج 2. تمام كده يا جماعه؟ طيب بنعمل ايه بقى؟ بنعمل البروبابيلتي اوف الريد تايمز لوج 2 بروبابيلتي اوف الريد ماينس البروبابيلتي اوف البلو تايمز اللوج 2 بروبابيلتي اوف البلو، فبتدي لنا الايكويشن دي. طبعا الايكويشن معقده، يعني احنا كنا بنكتبها بايدينا نظرا ان احنا كنا يعني مطالبين ان احنا نحفظ القوانين، بس انا بقول لك الميكانيزم بتاع الديسيجن تري بيتم تقسيمها ازاي، اما ان احنا هنقسمها بالقانون ده او هنقسمها بالقانون ده، في كلا الحالتين احنا هناخد اقل فاليو يمكن ان احنا ناخدها. طيب لو جينا نشوف الـ 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 في السلايد دي، انا هنا عندي يعني ديتا، وفي الديتا دي انا زي ما احنا شايفين كده السكوير الريكتانجل اللي فوق ده في اللي هو علامه البوزيتيف وعلامه النيجاتيف، فدي بترمز لديفرنت كلاسز.
فهنا اما ان انا اقسم هذا الكلاس باستخدام انه هو ايه الفاليوز اللي اباف افريج، يعني لو تصورنا كده ان احنا دي نتائج الطلبه في الامتحانات، فعايزين نشوف مين اللي اباف الافريج ومين اللي بيلو الافريج. فاكوردنج للموديل ده طلع لنا ان دول تقريبا 14 فاليو تقريبا، يعني لو عدناهم دول 1 2 3 4 5 6 يبقى دول 6 ودول 14، طلعوا هنا 14 و6 فاليوز. عشان نحسب ال 14 وال 6 فاليوز دول هنبص نلاقي انه طيب يبقى هنا الديكومبوزيشن، انا هنا عملنا ابلكيشن باستخدام الانتروبي، هتطلع الايكويشنز بالشكل ده. يعني هيطلع هنا لو احنا دي الانتروبي للبيرنت، وبعدين الانتروبي للنود الاولانيه، والانتروبي للنود الثانيه، وبعدين الويتد الويتد انتروبي اللي هو بتاع مجموعهم هما الاثنين. ان انا لو قسمت كده، لو قسمت يبقى هنا 6 وهنا 14، يبقى الانتروبي كله هيبقى 959 من 1000. تمام كده، ده اسمه الويتد انتروبي. طيب ده كده سيلكشن. في سيلكشن ثاني قال لك لا انا عايز اقسمهم باستخدام مثلا الكلاس، وممكن يكون الكلاس ده اللي هو ايه المنطقه السكنيه او الذكور والاناث. ففي باستخدام الذكور والاناث اللي هو الكلاسيفيكيشن، هنا هيطلع الانتروبي بالنسبه لنا كام؟ 722 من 1000. وبالتالي هنا القيمه بتاعه الانتروبي هنا اقل. طيب الدايركشن بتاعنا بتاع السلكشن ان احنا نختار ده ولا ده، خلينا نقول مفهوم المفهوم اللي احنا بنشتغل عليه انه يكون الداتا هوموجينيوس اكتر. كل ما يكون الانتروبي اقل كل ما تعلى الهوموجينيتي بتاعه الداتا، وبالتالي اتجاهنا للسلكشن هيكون للتري دي. والا كنت زمانك تشوف كل الديسيجن تريز انها تشتغل بفرده واحده اللي هي تمشي يمين فور ايفر او تمشي شمال فور ايفر. لكن وانس ان انت بتشوف ان الديسيجن تري الديستريبيوشن بتاع الداتا جواها قوي، يعني بالانسد في الديستريبيوشن، تحس انها الداتا هوموجينيوس، وده يديك يعني ويت في ان انت الديسيجن ميكنج هيبقى قوي كل ما انت يعني تعمل فوركاستنج. تمام كده يا شباب. طيب يبقى احنا كده استخدمنا بنينا الموديل ده باستخدام الانتروبي. لو احنا جينا نعمل، طبعا انا ما رضيتش ان انا اعقد الشرح عشان الناس تبقى فاهمه يعني، ولكن احنا لو جينا نحسبه باستخدام الجيني هيطلع لنفس المثال ده. لو عملنا باستخدام البرفورمانس في الكلاس هيبقى 47.5، لو باستخدام الكلاسيفيكيشن اللي احنا عملناه اللي هو زي ده كده سبليتنج في الكلاس هيبقى 32%، وبالتالي اختيارنا هيكون ايضا لان احنا نعمل سبليتنج باستخدام الكلاس. بشكل ده نكون وضحنا يعني ايه ديسيجن تري وكيف يتم تقسيم الداتا بداخلها. ونتجه دلوقتي للتطبيق العملي في مثال بايثون. كان من السهل يا شباب ان احنا نجو دايركت ان احنا بصوا يا جماعه هي الداتا سيت فيت بريدكت اوكي، والناس ما تبقاش فهمت الديسيجن تري كيف تم بنائها وايه المعايير اللي نخليهم 5 و3 ولا 6 و4، يعني نخليهم يعني انا مثلا لو انا عندي هنا 20 مفرده هنا استخدمنا 14 14 اجينست 6، طب ليه ما استخدمناش 15 قدام 5؟ ليه ما استخدمناش 16 قدام 6؟ 16 قدام 4، ليه ما استخدمناش 17 قدام 3؟ اكوردنج تو وات. والكالكوليشنز بقى اللي بتدي الويت لانه هو اي اتجاه هو اللي يخلينا نختار التقسيم المناسب. احنا كده الهدف من الانترو دي ان احنا نبقى عارفين ان التقسيم بيكون باستخدام الانتروبي او الجيني اندكس، وان احنا بنستخدم الموست هوموجينيوس اللي هي فيها اقل اختلاف داخل البيانات اللي هي بناخد المينيمم فاليو اوف الاندسيز اللي احنا قلنا عليها. تمام كده يا شباب. طيب احنا كده هنعمل بقى المثال بتاع الديسيجن تري اكوردنج للفهم بتاعنا ان احنا بيتم عمل كلاسيفيكيشن. احنا كده فاهمين انه من الداخل بيتم عمل كلاسيفيكيشن او ريجريشن ان احنا عن طريق الجيني اندكس او الانتروبي اندكس. طيب هنا احنا عشان نعمل موديل من تايب ديسيجن تري بن امبورت من السايكت ليرن دوت تري بن امبورت الديسيجن تري ريجريسور. والحقيقه الديسيجن تري من المودلز القويه لانها من خلالها ينفع ان انت تعمل ريجريشن وينفع ان انت تعمل كلاسيفيكيشن، فهي دي من المودلز اللي يعني بروحين.
طيب احنا هنا الديسيجن تري ريجريسور عرفنا بقى الديسيجن تري ريجريسور، وبعدين عملنا لودنج للداتا سيت اللي هي خاصه بالريل استيت اللي احنا اتكلمنا عليها. لما جينا عملنا برنت للكاونت اوف الداتا طبعا جاب لنا انها 5891، وعملنا الكوريليشن ماتريكس زي ما احنا عملناها في السيشن اللي فاتت، ملهاش احتياج هنا لان احنا خلاص عرفنا ان احنا بندبند اون في الاكس بتاعنا بيدبند اون الثري اتريبيوتس دول، وانه الواي اللي هو الفوركاستد فاليو هتبقى السيلز برايس. وبعدين قسمنا الداتا بتاعتنا باستخدام 50% بقى، يعني احنا خدنا السامبل تيست داتا اللي احنا هنبني بيها الموديل، اللي احنا يعني هنبني بيها الموديل ب 50%. فهنا خلاص عملنا فيتنج وتمام، عملنا بريدكشن جاب لي الفاليو دي، عملنا تيستنج للاكيورسي جاب لنا انه الفاليو بتاعت الار 2 سكوير 76%. وزي ما احنا قلنا قبل كده ان احنا هيبقى في محاضره كامله ان احنا ازاي نعلي الاكيورسي اوف المودلز بتاعتنا. النقطه المهمه بقى اللي انا عايز اوضحها هنا انه هاو ان احنا نريبريزنت الديسيجن تري بتاعتنا في شكل فيجوالي. الحقيقه يعني ناس كتير ما بتعرفش تعمل الفيجواليزيشن بتاع الديسيجن تري از ان هم محتاجين يعملوا ابديت للسايكت ليرن، وده عشان انت تابديت السايكت ليرن، السايكت ليرن داخله في 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 لايبرز كتير، فممكن تحتاج ان انت تابجريد اصلا البيب انستول وبعدين تعمل ابجريد للسايكت ليرن. ولكن هنا انت بقى في السايكت ليرن بتمبورت يعني انت في هنا التري دوت بلوت تري، يعني انت هنا في التري لايبرري دي من السايكت ليرن في هنا بلوت تري. بلوت تري دي هي اللي بيبقى فيها مشكله انه السايكت ليرن ما بتبقاش فيرجن 21، وبتدي لها الريجريسور وبتدي لها اسم الاتريبيوتس بتاعتك. والمشكله اللي بتحصل هنا بقى، خلينا اقول لك التشالنجز اللي بتقابل الناس، انه نمبر 1 انه الفيجواليزيشن جرافس ما بتبقاش واضحه، فدي لازم ان انت تعمل الفيجر سايز تكبره شويه، يعني ممكن تخليه 12 و12 وتكبر الفونت سايز اللي انت هتكتب بيه الفاليوز اللي جوه الديسيجن تري. وبعدين ينفع ان انت تعمل سيفنج للفيجر في الموديل، ممكن انا ما اعملش سيف فهو بس هيطبع هنا. هنا بقى بالشكل ده، تعالوا بقى نران بقى من البدايه. هنا احنا بنمبورت اللايبرز وبنعمل ريد للداتا سيت، جاب لنا هول كاونت وجاب لنا الكورليشن ماتريكس. هنبني الاكس والواي اللي احنا هنديهم للريجريسور، هنعمل هنا الفيتنج للريجريسور، هنعمل هنا فوركاستنج، اهو اداني عمل لي فوركاستنج. هنشغل هنا هنيفالويت اور موديل زي ما احنا قلنا، وبعدين هنا نبيلد الفيجواليزيشن جراف اللي خاص بالتري، ودي بتبقى نقطه مهمه جدا وقويه جدا عشان تبين لك الديسيجن مشي في اي اتجاه. وطبعا ده بيكون يعني انا هنا قايل له اديني الماكسيمم ديبث 4، لو انا قلت له اديني اول ديبث نظرا لان الداتا زي ما احنا شايفين كده كبيره جدا، يعني هتبقى كونتينوس. فبص هنا بدانا بالاريا، فبدا هنا من الاريا انه اللي اكبر اللي اصغر من 802 يبقى اللي اصغر من 802 هيمشي كده، واللي اكبر من 802 هيمشي كده. متخيلين كم البرانشز اللي كان ممكن احنا لو احنا بنحل المساله دي مانيوالي ممكن نروح لحد فين؟ طيب هنا بقى ابتدى يحسب المين سكوير ايرور والسامبلز اللي هو عمل عليها راننج، وابتدى بقى يمشي بقى في الدايركشن، قال لك طب انا هنا اقل من 802، طب وريني اخش هنا، اللي اقل من 611.5 متر يبقى هيمشي كده، واللي اكبر هيمشي كده. متصورين يا جماعه الدنيا هتبقى ماشيه ازاي؟ وبعدين الكونديشنز بقى، هو هنا كان بيقعد يجرب، هو هنا طب خلاص هنا اللي اقل، وبعدين راح مدخل معاه البيلدنج ايج اللي هو الاتريبيوت الثاني اللي هو عمر المبنى السكني. فهنا كم الكونديشنز اللي احنا ممكن نتعرض ليها في بناء الديسيجن تري. احنا ممكن نحط الكونسبت، الانسان هو من وضع الكونسبت، لكن كان لابد من تدخل الماشين لانه المعالجه لهذا الكم من التباديل والتوفيق للوصول للديسيجن هيبقى معقد جدا. لو انا حبيت ان انا ابين لكم ان الماكسيمم ديبث دي لو انا شلتها كده معناها ان انا بقول له ابني اول، هوريكم شكل التري ممكن تبقى متوحشه ازاي
وده هياخد وقت طويل جدا في البيلدنج. ليه؟ لان هو عمال يتراي، الجيني اندكس ده ما ينفعش، الجيني اندكس ده ما ينفعش، الجيني اندكس ده ما ينفعش، الجيني اندكس ده ينفع، او الانتروبي ده ما ينفعش، الانتروبي ده ما ينفعش، الانتروبي ده ينفع. فمتصورين كم التباديل والتوافيق اللي في الكونتينوس نمبرز هتبقى مختلفه تماما عن الكلاسيفيكيشن بروبلمز اللي بتعتمد على كلاسيفايرز. شايفين كل ده هو لسه بيلود اكوردنج، انه هو كل ده بيعمل محاولات لبناء التري بالديتا اللي هو مشي من خلالها لبناء التري. طبعا انا كنت وقفت التصوير لانه قعد وقت طويل جدا عشان يبني التري، ولكن متصورين شايفين حجم التري هتبقى ماشيه ازاي، والديبث عامله ازاي، والفاليوز عامله ازاي. فالكومبليكيشنز دي يعني مين ممكن يكون انترستد بان هو يعرف تفاصيل عنها؟ الحقيقه يعني في بعض الجهات بتكون مسؤوله عن انها تطلع وتتريس الديبث اوف الكلاسيفيكيشن والريجريشن مودلز دي، خصوصا اكوردنج للسنسيتيفيتي اوف الداتا. فممكن يكون في الحاجات اللي ريليتد بالكانسر مثلا، ريليتد بتصنيع الادويه، ريليتد بال تصنيع الذخيره. فاكوردنج تو السنسيتيفيتي اوف الداتا انت ممكن تكون انترستد ان انت تعرف تفاصيل عن الموديل اللي انت بتبنيه، وازاي ان التري بتاعتك اتبنت. بشكل ده نكون خلصنا الديسيجن تري، ووضحنا الفروق بينها وبين اللينير مودلز. وان شاء الله المحاضره المقبله هندرس تريز من نوع اخر، ونشوف الفارق بينها وبين الديسيجن تري. متشكر جدا، ولو في اي اسئله يا ريت يبقى اندر الفيديو. بالتوفيق والنجاح. شكرا.